أصبح استهلاك فاكهة الموز في سوريا عادة غذائية شائعة نظرا لفوائدها الصحية الكثيرة، وقد زادت كميات الموز التي تستهلكها السوق المحلية بعد أن توفرت هذه الفاكهة المفيدة واللذيذة في الأسواق، وبعد أن وصلت أسعارها إلى مستويات معقولة نسبيا، غير أن زيادة استهلاك الموز تزيد أعباء الاقتصاد الوطني، لذلك اتجهت الأنظار إلى إنتاج الموز محليا ليكون حلا مساعدا قد يصبح بديلا للاستيراد. وعلى أي حال فقد أصبح مثل هذا الإنتاج ضرورة اقتصادية بل وغذائية ملحة. إن زراعة الموز زراعة مجزية من الناحية الاقتصادية، أي أنها زراعة مربحة بالنسبة للمزارع، فشتلة الموز التي تزرع مرة واحدة تعطي إنتاجا سنويا وفيرا، وعندما يموت النبات بعد قطف الثمار في نهاية الموسم فإن فسائل جديدة تنمو لتثمر من جديد في بداية الموسم التالي، وقبل أن تموت هذه أيضا فإنها تخلف فسائل أخرى جديدة، وهكذا إلى أن ينتهي العمر الاقتصادي للمزرعة، ويتراوح العمر الاقتصادي للمزرعة بين 5 و6 سنوات، لكنه قد يمتد إلى 10 سنوات إذا ما توافرت عمليات الخدمة بالشكل المطلوب. لقد أظهرت زراعة شجرة الموز في البيوت البلاستيكية نجاحاً فائقاً في بلدان كثيرة، كما أنها نجحت في بيئة الساحل السوري، وأثبتت أنها زراعة مربحة وذات ريع، لذلك فقد تم اعتماد هذه الطريقة رسمياً، وقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بوضع تصميم للبيوت البلاستيكية الملائمة لزراعة شجرة الموز عممته على المزارعين والمهتمين بهذه الزراعة. تجهيز الصالة البلاستيكية وزراعتها. هذه هي صالة إنتاج الموز المعتمدة، طولها 50 مترا، عرضها 21 مترا، وارتفاعها 5.5 أمتار. تقسم الصالة عادة إلى 3 حجرات، ويزرع في الدونم الواحد من الأرض حوالي 200 غرسة موز، ويعتبر هذا العدد معقولا بالنسبة لكثير من الأصناف وبالنسبة لكثير من أنواع التربة أيضا. أما تكثيف الزراعة بأكثر من هذا العدد فلا بد أن يؤدي إلى أضرار كثيرة كتأخير نمو الثمار وتخفيض وزن سباط الموز، وهذا يعني نقصاً في كمية الإنتاج وتدهوراً في نوعيته. من العوامل المؤثرة في إنتاجية الموز هو موعد الزراعة، ومع أن أشهر الربيع والصيف صالحة كموعد لزراعة الموز، إلا أن التبكير في الزراعة يعتبر من الإجراءات الضرورية، لأن التبكير في زراعة الموز يساعد المحصول على الهروب من الصقيع ومن برد الشتاء الذي قد يقضي على المحصول أو يخفض من إنتاجيته. ومن المعروف أن انخفاض درجات الحرارة شتاء يضر بالأوراق والأزهار ويؤدي أحيانا إلى طرح العنقود الزهري وهو أساس الإنتاج. أول عمل يجب أن نقوم به بعد تجهيز الصالة هو فرش السماد البلدي المتخمر. نضع حوالي 5 أطنان على كل دونم، ثم نحرث الأرض ونطمر السماد. بعد تنعيم التربة نبدأ بتخطيط الأرض تمهيداً لزراعة الشتول. نترك مترين بين الخط والآخر فيكون لدينا 6 خطوط طولية في الدونم الواحد. نبدأ الآن بحفر الجوار، نترك متراً ونصف المتر بين الجورة والأخرى، ونحفر جوراً عمقها 60 سنتيمتراً أو أكثر، وكذلك طولها وعرضها، أي 60 سنتيمتراً أو أكثر طولاً وعرضاً. نمدد أنابيب الري بالتنقيط على جوانب الحفر مباشرة. نضع الآن في كل جورة خليطاً من السماد البلدي والكيماوي. يجب أن نضع في كل حفرة خليطاً مؤلفاً من حفة سماد بلدي متخمر، نصف كيلو سماد فوسفات عيار 46%، نصف كيلو سماد بوتاسي عيار 50%، و300 جرام سماد أزوتي عيار 46%. أما إذا أردنا أن نستعمل خلطة من السماد الكيماوي فقط
فنحضر 100 كيلو سماد فوسفاتي 46% و100 كيلو بوتاسي 50% و50 كيلو أزوتي 46%، فضلاً عن 10 كيلوغرامات من خلطة لمكافحة حشرات التربة. تكفي هذه الخلطة لمئتي غرسة، أي لدونم واحد. نخلطها ببعضها بعضاً ونأخذ منها لكل جورة حوالي كيلو وربع الكيلوغرام. بعد أن نخلط هذه الكمية مع تراب الجورة نردمها ثم نرويها. بعد حوالي يومين تصبح الجورة جاهزة لاستقبال الغرسة. إن الغراس التي نزرعها يجب أن تكون جيدة وخالية من الأمراض والآفات الحشرية، وتكون الغراس الناتجة عن طريق الإكثار بالأنسجة خالية أيضاً من الأمراض الفيروسية. علينا أن نختار الغراس الصغيرة السن حتى لا تزهر في المشتل، ويجب أن نتأكد أن جذور الغرسة قوية النمو وأن ساقها مخروطي الشكل ولا يقل طوله عن 40 سنتيمتراً، وعليه كذلك ما لا يقل عن 6 أوراق. أما الورقة الطرفية فيجب أن تكون ملتفة حول القمة النامية. نزرع الغرسة وسط الجورة ثم نحكم التراب حولها. نعود بعد بضعة أيام لتمر مزيد من التراب حول عنق الغرسة، مما يساعد على حمايتها وتقوية جذورها. نعطي الغراس رية جيدة بواسطة الري بالتنقيط. إن تركيب شبكة ري بالتنقيط مثل هذه مفيد ومجد للغاية. إنها تضمن وصول الماء إلى جذور الموز المعروفة بأنها رهيفة قد يمزقها أقل عطش، وخاصة خلال فصل الصيف عندما نزرع الغراس. وبما أن الموز يحب الرطوبة العالية إلى جانب الحرارة المرتفعة، فمن المفيد أيضاً إضافة شبكة أخرى للري الضبابي، لأنها تساعد على رفع رطوبة هواء الصالة بصورة دائمة. وعموماً فإن غرسة الموز تحتاج وسطياً إلى 25 لتر ماء كل يوم، ولا تعتبر هذه الكمية كبيرة، خاصة وأن هناك نسبة عالية من المياه تتبخر من أوراق الموز المعروفة بأنها سريعة النمو واسعة السطح وكبيرة. على أي حال يفضل أن نسقي الموز كل يومين صيفاً وكل 17 يوماً شتاءً، وبهذا يستفيد النبات من مياه الري ومن حرارة الجو. ينمو نبات الموز بسرعة وغزارة، لذلك فإن حاجته من السماد عالية. ولكي نضمن محصولاً جيداً علينا أن نقدم للدونم الواحد وكل 3 أشهر 8 كيلوغرامات من السوبر فوسفات 46% و8 أخرى من البوتاس 50% و10 كيلوغرامات من السماد الأزوتي 46%. لكنه يمكننا تقسيم هذه الكميات على دفعات شهرية، فنضيف كل شهر 3 كيلوغرامات من كل نوع. تخلط هذه الكميات مع بعضها بعضاً وترش إلى جانب خط أنابيب الري ضمن نفق بسيط، ثم تطمر بالتراب وتروى. لكنه من الأسهل علينا ومن الأجدى للنبات استعمال شبكة الري بالتنقيط لتوزيع الأسمدة. نستخدم الأسمدة الذوابة بنفس الكميات المذكورة، لكننا نقسم الدفعة الشهرية إلى 4 دفعات تذاب في مياه الري ويسقى بها النبات. يشجع كل من التسميد والري على نمو الأعشاب الضارة التي تزاحم أشجار الموز على غذائها، لذلك لابد من قلع هذه الأعشاب كلما نمت. قبل حلول شهر تموز، أي قبل أن يتشكل قرط الموز، علينا أن نزيل الأوراق التالفة والمريضة وأن نزيل الخلفات الناتجة عن كرمة الأم. أما بعد أن يتشكل قرط الموز فلا بد من إزالة كل الأوراق القديمة، ولا نبقي إلا حوالي 10 أوراق نتركها فوق القرط. في أوائل شهر أيلول تكون شجرة الموز قد كونت عدة خلف حول الكورمة الأم. علينا أن نزيل كل هذه الخلف ولا نبقي منها إلا على واحدة فقط، وهي الخلفة الناتجة عن بطن الشجرة الأم والأقرب إلى الكورمة. هذه الخلفة ستكون هي الشجرة الأم خلال الموسم التالي.
عندما نلاحظ أن قرط الموز بدأ يتشكل، يمكن لنا أن نقطع حوالي 8 سنتيمترات من نهاية كوز الزهر أو ما يسمى الشمراخ الزهري، ويمكن لنا أن نؤخر هذه العملية إلى حين تشكل القرط بصورة تامة، أي قبل نضج الموز بحوالي 2 شهر. إن عملية قطع الكوز الزهري تحول الغذاء إلى قرط الموز فتساعد على زيادة وزنه بأكثر من 5%. وعندما يبدأ القرط بالظهور علينا أيضاً أن نبدأ بتدعيمه بواسطة دعامات متينة معدنية أو خشبية. بعد أن يكتمل القرط نربطه بخيط حريري متين قابل لحمل حوالي 60 كيلوغراماً، ونشد الخيط إلى شبكة الهيكل المعدنية. خلال الشتاء علينا أن نراعي تدفئة الصالة بالطريقة المناسبة، علماً أن الموز يتوقف عن النمو إذا ما انخفضت درجة الحرارة عن 210 مئوية، لكن وصول الحرارة إلى درجة 0 يؤدي إلى موت جميع أجزاء الموز الخضرية. يبدأ قرط الموز بالنضج بعد حوالي 70 يوماً من ظهوره، ويكون بهذا جاهزاً للقطاف. من علائم نضج الثمار استدارة إصبع الموز واختفاء حوافه الحادة، فهذا القرط مثلاً لم يكتمل نموه بعد، فحواف الأصابع ما زالت حادة. أما هذا القرط فقد استدارت أصابع الموز فيه، إنه جاهز للقطاف. يجب أن تجرى عملية القطاف بعناية، فالموز فاكهة رهيفة وحساسة، ويمكن للرضوض والخدوش أن تؤذيها وتقلل من قيمتها الاقتصادية والغذائية. بعد قطف القرط يجب أن نقطع السوق الكاذبة للأم، وذلك على ارتفاع 2 متر تقريبا من الأرض، وتترك المسافة المتبقية لتغذي الخلف الموجودة. إن زراعة الموز زراعة مجزية من الناحية الاقتصادية، كما أنها نجحت في بيئة الساحل السوري، وأثبتت أنها زراعة مربحة وذات ريع.